صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم وحلقه جديده من بنصبح عليك. زي ما تعودتم معانا دايما يوم الثلاث بتكون معانا فقرات متميزه. اولى فقراتنا تكون حلوه يا بلدي، هنتكلم فيها عن اهم الاماكن اللي ممكن نزورها في القاهره، وكمان في اماكن اخرى اثريه سياحيه. الحقيقه هنتكلم عن مجمع الاديان وعدد متميز جدا من الاثار اللي موجوده هناك. هيكون عندنا هذا اللقاء مع الدكتور ايفان ادوارد، وهو مدرس التاريخ والحضاره المصريه القديمه وعضو جمعيه محبي التراث القبطي وعضو اتحاد الاثريين المصريين. فقرتنا الثانيه الحقيقه هتكون خاصه بالفن والثقافه والقوى الناعمه ومدى تاثيرها على المجتمع، وهيكون عندنا هذا اللقاء مع الدكتور طارق عباس، الملحن والمؤلف الموسيقي واعضاء فرقه ونس. هنلتقي مره اخرى بعد هذا الفاصل الرياضي واهم الاخبار. صباح الخير عليكم يا جماعه، ومعاكم الكابتن محمود بيه من برنامجكم بنصبح عليك، ومعانا الكابتن محمود النهارده برضو اعرفكم بيه، الكابتن محمود بقوش. النهارده يا جماعه نكمل كلامنا عن مشكله التسدي اللي احنا كنا بدانا فيها الحلقه اللي فاتت وطولنا فيها جدا، لان في رجاله كتير بتعاني من مشكله التسدي دي. طيب ازاي اعالجها؟ عن طريق الجيم، عن طريق التدريبات الرياضيه. انا دلوقتي بقول بدانا المره اللي فاتت عن تمرين البنش اللي هو الثلاث مستويات، العالي والوسط واللي هو البنج المائل. فالنهارده هنلعب برده تمرينه جديده، برده التمرينه دي برده بتخلينا نتجنب مشكله التسدي اللي احنا ناس كتير قوي بتعاني منها، اللي هي تمرين تفتيح البنش برده على الثلاث مستويات من فوق لتحت لتحت. ابدا محمود معانا. تمام. طيب زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، هنبدا التمرين. نبدا محمود عد واحد. طيب احنا لما بنشد طبعا التفتيح دوت بيفيد معانا ايه؟ عضله الصدر اللي احنا بنشدها برده، وبنفتح العضله عشان الفراغات الموجوده اللي هي بتدي الفرصه للجسم يتكون عمليه العضله من فوق البنج، بتكون عمليه التسدي اللي الناس كتير قوي بتعاني منها وعامله لهم مشكله حتى في اللبس، وحتى لما يلبس قميص يلبس تيشيرت دي عامله له مشكله فظيعه جدا، بس هي مشكلتها سهله جدا وسهل حلها وسهل تجنبها اساسا للي هو ما عندوش مشكله التسدي ديت. عد يا محمود يلا 3 في 10. ده بالنسبه للبنش العالي بنفتح زي ما احنا شايفين كده، ده بيشد معايا البنش زي ما اتكلمنا. بالنسبه انا عد 3 في 10 محمود خليك معايا. تمام. احنا لو احنا لعبنا التمرينات ديت باستمرار في الجيم هنتجنب المشكله دي خالص بالنسبه لمشكله التسدي، والاسلوب بتاع حياتنا حتى هيتغير شويه. يعني خلي الرياضه شيء مهم في حياتك، هتتجنب مشكله اللبس لما تيجي تلبس تيشيرت ولا تلبس قميص مش هيحصل لك عامل نفسي يضايقك بالنسبه لمشكله التسدي اللي بيعاني منها ناس كتير قوي. انزل اطلع بالكرسي محمود شويه كده، هنخش على المرحله الثانيه، المرحله الوسطيه برضو اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي بنشد فيها البنج عن طريق التفتيح عشان نتخلص من التسدي اللي هو عامل لنا المشكله ومسبب لنا مشكله وعامل نفس كبير قوي. يلا واحد اثنين ثلاثه. اثبت محمود الوسط اللي هي دي، شوف احنا لما بنفتح افتح واحده واحده محمود، افتح وقف. هي الفكره في الشد دوت، الشد ده بيشد معايا البنج من تحت فبيرفع الحته اللي احنا بنتكلم عليها، الجزء اللي هو اللي عامل تسدي معايا وعامل لي مشكله وتعبني نفسيا. يلا خد عد واحد اثنين. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا عايزك بس تركز في طريقه التمرين عشان نتجنب زي ما قلنا مشكله التسدي. كده احنا دخلنا في العشره محمود، ابدا علي الكرسي. يلا دي المرحله الثالثه يا جماعه اللي هي البنج من تحت، برضه هنفتح لغايه ما نخلص من حته التسدي ديت. وكل تمرينه تلعبها خدهم ثلاث ادوار، ثلاث مجموعات في 10، وبالنسبه للبنج العالي والمستقيم خد برده الثلاث مجموعات في 10، هتتجنب مشكله التسدي اللي عامله لك عامل نفسي مضايقك سواء في اللبس سواء في حياتك الشخصيه. واحد اثنين. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، البنج من تحت او اللي بنتكلم عليه اللي هو المنطقه السفليه بالنسبه للصدر، ثواني يا محمود، اوف، اللي هي المنطقة دي اللي احنا اللي عاملة لنا مشكلة التسدي، أنا بشدها عن طريق التفتيح البنج بالطريقة اللي أنتم شايفينها كده،
وفي نفس الوقت بتجنب مشكله التسدي. اسلوب محمود. طبعا يا جماعه احنا اتكلمنا دلوقتي عن مشكله التسدي، وكان معاكم النهارده كابتن محمود بيه وبرنامجكم متصبح عليك، وبشكر الكابتن محمود وبقول لكم صباح الخير. بنعود مرة أخرى مشاهدينا وأهم الأخبار من جريدة الأهرام. السيسي خلال كلمته بافتتاح قمة الاستثمار الأفريقية بلندن: القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي في تحقيق طموحات القارة الإفريقية. ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين كلمة في افتتاح قمة الاستثمار الأفريقية والتي تقام في لندن، أوضح فيها أن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي في تحقيق طموحات القارة الأفريقية، معربا عن تقديره للمملكة في دعم المسار الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية في أجندة التنمية 2063 وأهداف الانتمائية أو التنمية المستدامة ل 2030 والمصالح المتبادلة والمشتركة. من أخبار مصر، السيسي يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع موريشيوس بمختلف المجالات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون بين مصر وموريشيوس في مختلف المجالات، ليسما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس الاثنين ورئيس وزراء موريشيوس، وذلك في إطار قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار بلندن. من أخبار مصر، الجالية المصرية بلندن تنظم وقفة تأييد للرئيس السيسي. نظم عدد من أفراد الجالية المصرية ببريطانيا وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في محيط فندق انتركونتيننتال بلندن الذي يستضيف فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية التي بدأت أعمالها بلندن بمشاركة الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية. ورفع المشاركون في الوقفة أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين شعار تحيا مصر وعددا من الأغاني الوطنية ومعربين عن سعادتهم بزيارة الرئيس السيسي إلى بريطانيا. من جريدة الأخبار، السيسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع الكونغو الديمقراطية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائي مع الكونغو الديمقراطية. من أخبار مصر، السيسي القمة البريطانية الإفريقية إضافة للعمل الدولي للنهوض بالقارة. من جريدة الأخبار، الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركون بقمة الاستثمار البريطانية. اليوم السابع، الداخلية تواصل مشاركتها في المرحلة 11 من كلنا واحد لتوفير السلع. المصري اليوم بمناسبة عيد الشرطة وفد من الداخلية لزيارة مرضى المعهد القومي للأورام. من جريدة الوطن، انطلاق حملة طرق الأبواب بالبحيرة ضمن مبادرة مراكب النجاة. من أخبار مصر، إطلاق هاشتاج أنا أشارك في مراكب النجاة تلبية لطلب المصريين بالخارج. من جريدة الأهرام، الري إزالة 40 حالة تعدي على نهر النيل في 8 محافظات أمس. اليوم السابع، كرة يد، مصر تكتسح الجابون وتقترب من نصف نهائي أمم أفريقيا. اقترب منتخب مصر لكرة اليد من تأهيل نصف نهائي لكأس أمم أفريقيا 2020 والمقامة حاليا في تونس بعد الفوز الكبير على الجابون. وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 17-36 على منتخب الجابون في أول مباراة للفراعنة بالدور الرئيسي لكأس الأمم. آخر أخبارنا، الطقس، الأرصاد، طقس الثلاثاء 21 يناير، القاهرة الكبرى درجة الحرارة عظمى 16 الصغرى 10، الوجه البحري درجة الحرارة عظمى 16 والصغرى 10 درجات، السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة عظمى 16 والصغرى 12، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء درجة الحرارة عظمى 16 والصغرى 11. أولى فقراتنا بعد هذا الفاصل، وحلوى يا بلدي. هي بتضم المعبد اليهودي وبتضم دير ماري جرجس وبتضم مسجد عمرو بن العاص
يعني تاريخيه معروفه، مصر قديمه من يومها. مصر بتضم كل الاديان وبتضم كل الثقافات وبتضم كل الحضارات. مصر ام الدنيا وهتفضل ام الدنيا على راي الرئيس، واخد بالك؟ واحنا السياحه الدينيه عندنا والسياحه والاثار ولازم ان احنا نهتم بالكلام ده. لما بيبقى في حاجه بتجمع الاديان الثلاثه مع بعض ده شيء يعني منتهى الرقي اللي في الدنيا ومنتهى التحضر اللي في الدنيا، واحنا بنعرف العالم يعني ايه مصر. الناس اللي بره من اي دوله او من اي كيان تاني بيحاول يهد مصر، انت مش هتقدر تهد مصر، لانه مصر جامعه للاديان، رضيت ام لم ترض. مجمع الاديان ده مجمع تاريخي بيضم الاديان كلها، طول عمر مصر بتحتضن الاديان. وطول عمر يعني عندنا الكنيسه المعلقه، وعندنا مجمع الاديان ده، وعندنا المعبد اليهودي. الله، ده مصر يعني طول عمرها بتحتضن الاديان، مش محتاج حد يقول مصر او الحاجات المذهبيه والطائفيه والكلام الفارغ ده، كل اللي هو عمال يطوفوا بيه ده. الحكومه بتشتغل عليها كويس جدا وتعمل لها يعني ترويج سواء سياحه داخليه او خارجيه، بحيث انه نستفيد منها كسياحه دينيه، كسياحه ترفيهيه، نتعلم منها يعني ايه وحده وطنيه، يعني حاجات كتير كويسه ممكن الحكومه تشتغل عليها، يبقى فيها شغل كويس جدا. تعد الكنيسه المعلقه في مجمع الاديان واحده من اهم الاثار في المنطقه، فقد تم تشييدها فوق حصن بابليون الروماني على ارتفاع 13 مترا فوق سطح الارض، وبذلك تصبح اعلى مبنى المنطقه. من الآثار المهمة أيضاً ضمن مجمع الأديان معبد بن عزرا اليهودي، والذي يعد واحداً من أقدم المعابد اليهودية في القاهرة، وترجع أهميته الدينية عند اليهود إلى اعتقادهم أن التابوت الذي وضع فيه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد استقر في هذا الموضع وهو رضيع. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، فقرتنا الحالية حلوة يا بلدي، هناخدكم في جولة لأهم الأماكن الأثرية والسياحية. الحقيقة مجمع الأديان طبعا مكان مهم جدا، بيجتمع فيه عدد متميز جدا من الآثار، الحقب التاريخية مختلفة، لكن كمان هنتكلم عن مجمع للأديان غير اللي موجود في مصر القديمة في شارع المعز. هيكون عندنا هذا الحوار مع الدكتور إيفان إدوارد، وهو مدرس التاريخ والحضارة المصرية القديمة وعضو جمعية محبي التراث القبطي وعضو اتحاد الأثريين المصريين. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقة كلنا متعودين نحن نروح مصر القديمة مجمع الأديان، نتكلم على الكنيسة المعلقة، على يعني حصن بابليون، بنتكلم على المتحف القبطي، بنتكلم على عدد يعني متميز جدا من الآثار الموجودة، بما فيهم كمان المعبد اليهودي في مصر القديمة. لكن حضرتك بتقولي في مجمع أديان جديد وده موجود في شارع المعز. تمام. في البداية حابب أوضح احنا جايين نتكلم النهاردة لماذا مصر. مصر من زمان هي ملجأ وملاذ لكثير من الأنبياء، جاء إليها أبو الآباء سيدنا إبراهيم، وجاء إليها سيدنا يعقوب وعاش فيها 17 سنة، جه سيدنا يوسف في مصر وعاش 93 سنة. بنو يعقوب جم كعيلة وخرجوا منها شعب بعد 430 سنة، ولد فيها سيدنا موسى وسيدنا هارون ويشوع. باركت أرض مصر العائلة المقدسة لما جت وظلت هنا قرابة 4 سنوات. عز الله مصر والمسلمين بدخول القائد العظيم عمرو بن العاص إلى مصر، ولأن فيها خير أجناد الأرض وفيها كثير من الخيرات، ودي الحاجات اللي حاول القائد العظيم عمرو بن العاص يقنع بيها الخليفة الثاني من خلفاء المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب بدولة فتح مصر. فمصر مباركة منذ القدم وإلى قيام الساعة.
حابين نتكلم النهارده على مجمع الاديان القديم، المجمع اللي كل الناس بيزوروه المصريين والاجانب، ومدرج في البرنامج السياحي المعتاد اللي هو زياره حصن بابليون. صح. اشهر كنيستين موجودين هناك الكنيسه المعلقه وكنيسه ابي سرجه او كنيسه المغاره كما يطلق عليها، والمعبد اليهودي بتاع ابن عزرا، بالاضافه الى اول جامع شيد في مصر وافريقيا، جامع عمرو بن العاص. الكنيسه المعلقه اهميتها تكمن في حاجتين، ان هي كانت مرتبط بيها الكرسي الباباوي، ان نقل الكرسي الباباوي من اسكندريه الى الكنيسه المعلقه، ومن الكنيسه المعلقه اتجه الى كنيسه ابو سيفين في مصر القديمه، ثم الى حاره الروم او كنيسه العذراء حاره الروم، حاره زويله انا اسف، ومنها الى حاره الروم، ومنها الى الازبكيه، ومنها الى العباسيه، واخيرا الى العاصمه الاداريه الجديده. فسبب اهميه الكنيسه المعلقه ان هي كانت مقر للكرسي الباباوي فتره كبيره. تاني حاجه مرتبطه بقصه نقل جبل المقطم اللي تمت في اثناء العصر الفاطمي والخليفه المعز لدين الله. بالنسبه لكنيسه ابي سرجه، الكنيسه دي مهمه جدا لانها كانت احد محطات العائله المقدسه. الأثر الإسلامي عندنا في مجمع الأديان القديم هو جامع عمرو بن العاص لما له من أهمية، أول جامع أنشئ في مصر وأفريقيا. المعبد اللي موجود هناك معبد إبرقام بن عزرا، الحاخام إبرقام بن عزرا، وده من أجمل وأهم المعابد اليهودية اللي موجودة في مصر. إحنا من فترة كبيرة لقينا إن زيارة المجمع القديم بالنسبة لكثير من السائحين والزوار بقت حاجة مكررة، فظهرت الدعوة من كذا جمعية إلى عمل مجمع، إنشاء مجمع أديان جديد. المجمع ده مكانه في شارع المعز. يعني الحقيقه دايما اول ما بنتكلم عن شارع المعز دايما بنتكلم عن كل الاثار الاسلاميه، فالحقيقه حضرتك بتتكلم عن موضوع جديد. هناك في ثلاث اماكن سياحيه من اهم ما يمكن. اثر هناخدهم بالترتيب الزمني، اثر يهودي، معبد يهودي بتاع الحاخام موسى بن ميمون. الراجل ده ولد في قرطبه، واتجه من قرطبه مع عائلته الى المغرب، فاس في المغرب، والى اورشليم، واستقر به المطاف في مصر. الراجل ده اهتم، ده يعني عالم موسوعي ومن اهم الشخصيات الموجوده في العصور الوسطى. الراجل ده جه واهتم بعد ما كان بيدرس الامور الدينيه، اهتم بدراسه علوم واهمها الطب والرياضه والفلسفه، وتدرج في المناصب في نهايه العصر الفاطمي وزع عصيته، لدرجه ان اول ما انتهت الدوله الفاطميه وجاءت الدوله الايوبيه وبالاخص السلطان صلاح الدين الايوبي، جعل منه الطبيب الرئيسي لعائلته ومعلم اولاده الطب، واصبح كبير اطباء الفسطاط. المعبد ده فيه اكتر من ميزه انا شايف ان هي بتميز هذا المعبد عن معبد موسى بن ميمون في المجمع القديم، ان هو فيه مدرسه دينيه كانت لتعليم العلوم الدينيه، اول معبد نجد فيه ثلاث حاجات: المدرسه الدينيه، مقر واقامه وسكن لموسى بن ميمون، بالإضافة إلى بعض الحجرات الملحقة اللي كان بيعالج فيها المرضى. ومات ودفن في هذا المعبد، ولكن من فترة سرقت جثته ونقلت إلى طبرية بفلسطين. فالمعبد ده بيتكون من دورين، الجميل إن الدور الثاني مفتوح للزيارة، مكان مخصص للنساء في الدور الثاني. فالمعبد ده من أهم المعابد الموجودة في مصر، زيه زي معبد اسكندرية اللي تم افتتاحه منذ فترة على يد الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. نخلص المعبد اليهودي بنخش على كنيسة من أروع الكنائس الموجودة في مصر، كنيسة أثرية اسمها في نفس المكان، في نفس المكان على بعد أمتار قليلة من هذا المعبد. هي كنيسة العذراء بحارة زويلة. الكنيسة دي اسمها كنيسة العذراء حالة الحديد، لأن في معجزة مرتبطة بهذه الكنيسة قامت بها سيدة العذراء وحولت الحديد بتاع أحد المدن اللي كان مأسور فيه القديس بطرس إلى مية، فسموها العذراء حل الحديد، معجزه مشهوره جدا بتذكر في زياره الناس للكنيسه. ان كنا بنقول ان المجمع القديم في حاجتين مهمين: المعلقه نقل اليها الكرسي الباباوي، ابي سرجه كانت احد محطات العائله المقدسه، كنيسه العذراء حل الحديد فيها المستين، ان هي نقل اليها الكرسي الباباوي بعد كنيسه ابو سيفين، وظل الكرسي الباباوي 360 سنه مقر باباوي، 23 بطرك ترأسوا الكنيسة المصرية من هذه الكنيسة. فيها الميزة الثانية اللي في موجودة في أبي سرجة، إن فيها المغارة اللي قوت العذراء مريم والسيد المسيح ويوسف النجار حوالي ثلاث أيام،
والبئر المقدس اللي شربت منه العائلة المقدسة. فالمستين اللي موجودين في المجمع القديم في كنيستين مختلفتين موجودة في هذه الكنيسة، كنيسة العذراء حل الحديد بحارة زويلة، بالإضافة إلى أن في داخل الكنيسة متحف من أروع المتاحف الموجودة وتضم آثار متخلفة من الكنيسة ومن عصور سابقة ومدفن للأباء البطاركة. الأثر الثالث اللي هو أعظم أثر، تاني أعظم أثر إسلامي في مصر، اللي هو مدرسة وقبة الدفن الخاصة بالسلطان ألاوون من عصر المملوكي البحري. دي تاني أعظم قبة للدفن في العالم بعد تاج محل، عملها السلطان المنصور ألاوون في 13 شهر. فيها ثلاث حاجات مهمة، فيها مدرسة لتعليم المزارس أو المذاهب السنية الأربعة، فيها المدفن وقبة الدفن الخاصة بالمنصور ألاوون، فيها بيمارستان، بيمارستان الكلمة تعني مستشفى. فدي موجودة برضو في قلب شارع المعز. فإحنا ظهرت الدعوة بدل ما يجي السائح ونكرر الزيارة إلى مجمع الأديان، ظهرت الدعوة إلى عمل مجمع أديان جديد في منطقة المعز. كويس قوي. يعني ده دكتور نقدر نقول ان هي هو نوع من ترويج للسياحة الدينية بشكل مختلف، او ان احنا بنعرف السائح على اماكن يعني لم يزورها من قبل، وبالتالي دي وسائل جيدة جدا للتسويق السياحي. تمام. فبالتالي احنا ممكن نتكلم كمان على المعبد اللي تم افتتاحه وترميمه في الاسكندرية، ارتباطه بمصر القديمة وشارع المعز، وده ممكن يكون برنامج جديد للزيارة، انه في اكتر من مكان ممكن نزوره على مستوى محافظات مصر. مصر هي مهد الاديان زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة، ومصر بتهتم بكل الاثار اللي موجودة فيها. ناس كتيرة كانت بتقول ازاي نصرف فلوس في ترميم معبد يهودي، وجت الجالية اليهودية تبنت ان هي ممكن تصرف وترمم المعبد الجميل جدا بتاع اسكندرية. ده شكله رائع جدا من جوه. وتفاصيل زخرفية رائعة الحقيقة. معبد اليهو في اسكندرية بيقع في شارع النبي دانيال. المعبد ده يعني يخص احد انبياء اليهود، الياهو هنبي. ده كان في القرن الثامن، في القرن الثامن قبل الميلاد. عاش هذا الياهو عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. المعبد انشاؤه 1354، كان دي بدايته، كنيس او سيناجوج، ودي في المصطلحات بمعنى مكان تجمع اليهود واقامه الصلوات، الطقوس الدينيه والدنيويه وتعلمهم العلوم الدينيه. اما المعبد بعد ما اتعمل 1798 واثناء تواجد نابليون بونابرت والحمله الفرنسيه، حب يعمل بعض التحصينات في اسكندريه، فاصيب هذا المعبد بكثير من التهدم والقيت عليه القنابل فاتدمر. ايام الاسره العلويه وتحديدا 1850 تم اعاده انشاء هذا المعبد ليبقى خاص باليهود. احنا عارفين اليهود بتوع اسكندريه، اليهود المصريين بتوع اسكندريه، كان عددهم في القرن 19 حوالي 40,000، وقبل كده في القرن 18 كان 4,000، وصل العدد الى يقال ان هو وصل 80,000، ورحلوا كلهم بعد 1948 واقامت دوله اليهود، رحلوا من مصر. لكن المعبد ده كان معبد مهم قوي بالنسبه لنا، وبالمناسبه هو ومعبد ابراهام ابن عزرا الموجود في مجمع الاديان القديم مبنيين على الطراز البازيليكي، اللي هو نظام مساحه مستطيله مقسوم الى ثلاث اقسام عن طريق بائكتين او صفين من الاعمده. هم دول اللي احنا عارفين دايما المعابد اليهوديه يا اما شكلها بيضاوي او شكلها مسمى، الا المعبدين دول على الطراز البازيليكي. فلما تهدم هذا المعبد فضل يعني فتره كبيره، من اخر ترميم كان ايام الخديوي سعيد او 1850 تحديدا، سعيد باشا. وبعد كده في اغسطس 1917 ظهرت الدعوه الى ترميم هذا المعبد بتكلفة 100 مليون جنيه، يعني ميزانية وزارة الآثار حددوا حوالي مليار جنيه إلى عشان يرمموا بعض الأماكن، خصصنا منها 100 مليون لترميم هذا المعبد رغم معارضة الناس، لكن يعني ما نصرفش المبلغ ده كله في ترميم المعبد اليهودي، ولكن بالجهود الذاتية وهيئة الآثار تم إعادة هذا المعبد زي ما شفنا الدكتور خالد علاني هو بيفتح هذا المعبد، حاجة مشرفة جدا لمصر. ومن الحاجات الظريفة اللي ذكرها الدكتور خالد علاني أثناء الافتتاح، قال أنا في معلومة أول مرة أعرفها أثناء تواجدي، إن الأرض دي كان جزء منها ملك للكنيسة، وجي البابا اللي كان موجود في الفترة دي وتبرع. دي معلومة جديدة فعلا. والدكتور خالد قال دي معلومة جديدة بالنسبة لي، حتى على السوشيال ميديا صرح بالكلام ده، قال أول مرة أعرف إن كان جزء من أرض هذا المعبد تبع للكنيسة المصرية، والبابا في ذات الوقت
تبرع بيها الى المعبد علشان يستكملوا بقايا انشاء المعبد. طيب خلينا كمان نعود مرة أخرى إلى الحديث عن رحلة العائلة المقدسة، يعني احنا ممكن ان احنا نستغل ده بالنسبة لمجمع الأديان سواء في مصر القديمة أو في شارع المعز، ونحن نضيف كمان لرحلة العائلة المقدسة. احنا من ساعة لما بابا الفاتيكان دعا إلى زيارة الحج المقدس إلى أرض مصر، وكان معني بهذه الزيارة 1,200,000,000 سائح على مستوى العالم يجوا يزوروا الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة. احنا عارفين العائلة المقدسة مركزت في مصر 4 سنين، تواجدت في أماكن كثيرة، دخلوا من الشرق واتجهوا إلى قلب مصر، ثم إلى الشمال، ثم إلى الغرب، ثم إلى الجنوب. رسمت العائلة المقدسة علامة الصليب على أرض مصر كنوع من المباركة. تلك الزيارة اللي تحدث عنها كتبت في كثير من الكتب، وذكرت في القرآن الكريم في سورة المؤمنون الآية 50 في حديث عن زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر. يعني إحنا بدينا بأكتر من مكان، قلنا هنبدأ بالأماكن دي يعني نأمن الأماكن دي علشان نبدأ بيها رحلة المقدسة، منها كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة، كنيسة العذراء في المعادي، منطقة المطرية اللي بنحاول جاهدا إن إحنا شجرة العذراء في المطرية والبئر اللي موجود هناك نفتحه للزيارة، بالإضافة إلى منطقة وادي النطرون وديرة النطرون أحد الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة، انتهاء بالصعيد ودير المحرق ودير درونكا آخر المحطات اللي وصلتها العائلة المقدسة. فإحنا بندعو الدولة المصرية إن هي تؤمن كثير من الأماكن علشان بدل ما يبقى متاح للسائح إن هو يزور من 4 إلى 5 أماكن، لا نزود المناطق إلى 10 مناطق، لأن في قرابة 40 منطقة زارتها العائلة المقدسة على أرض. هل نحن ممكن نعتمد على زي حاجة زي داتا شو مثلا في كل مكان، يعني من نقاط الزيارة الخاصة بالعائلة المقدسة إن احنا نعمل زي داتا شو أو معلومات بتتحكي عن من خلالها مثلا الطريق بدأ من المكان الفلاني واستمر لكذا وبعدين انتقالا إلى المكان الآخر؟ احنا يعني اللي احنا بندعوه وظهرت الدعوة من أكتر من جهة زي نقابة المرشدين وأكتر من جمعية مهتمة برحلة العائلة المقدسة، احنا عايزين نهتم بالأماكن اللي هتفتح للزيارة، لأن في أماكن الطرق بتاعتها غير ممهدة غير مؤمنة أمنيا، زي شجرة العذراء في المطرية. الناس قالوا هناك في سوق صعب قوي العربيات السياحية تخش منه، حتى قعدنا مع ناس في أمن الدولة وقالوا احنا بنعمل يعني جاهدين ان احنا نأمن الطريق المكان الى هذه الاماكن علشان يبقى يعني عدد الاماكن المتاحه للزياره كتير جدا. لكن احنا ممكن ان احنا نركز على مثلا اماكن معينه تكون مؤهله للزياره، سواء للطريق، مكان للاستراحه، دخول الاوتوبيسات، لان اوتوبيسات السياحه بيبقى حجمها طبعا كبير شويه، فبالتالي احنا بنتكلم على اكتر من مكان. وكمان ممكن ان احنا نضيف لده ان يكون عندنا مثلا دعاية تحت مثلا بند مثلا ان هي السياحة الدينية او رحلة طريق العائلة المقدسة، يعني حاجة كده مختلفة شوية. هي في شركات سياحية كبيرة ابتدت تدعو الى هذه الرحلة وتعمل برامج معينة ويتم تسويقها في الخارج. وجهنا دعوة الى وفد كبير من الفاتيكان، لان هم دول المعنيين بالزياره وهيجوا يعملوا لنا هم البروباجندا الكافيه لهذه الرحله. وجم هنا حوالي 200 فرد وفي مرشد صديق نازل مع الناس وزاروا الاماكن دي واعربوا عن سعادتهم البالغه على الاقل بالاماكن اللي زاروها زي كنيسه ابي سرجة وكنيسه العذراء. اماكن جميله جدا يعني الطراز المعماري نفسه الخاص بالكنائس دي مميز جدا وتاريخ ويعني حضاره قبطيه صميمه عظيم. مصريه، يعني احنا بنتكلم على تراث جميل جدا معماري. واقروا كمان اقروا بجمال الاماكن اللي افتتحت للزياره او هتفتح للزياره ومدى تامينها، بس ان احنا اللي بنرجوه من الدوله المصريه زياده عدد الاماكن اللي ممكن تبقى متاحه للجست الاجنبي ان هو يزورها بشيء، يعني هي محتاجه عمل شويه، عمل تاميني، وجود خدمات تويلتس في الاماكن دي. كل ده هيتم ان شاء الله. اكيد. خلينا نعود مره اخرى كمان نتكلم عن مجمع الاديان. يعني احنا عندنا مجمع الاديان في مصر القديمه، عندنا متحف القبطي رائع جدا وفي مقتنيات مهمه جدا وفي ايقونات وفي نسيج وفي اخشاب، يعني في عدد كبير جدا من الاثار المتميزه والقطع الاثريه النادره جدا. للاسف المتحف القبطي الناس مش مهتميه بيه،
ودي حاجة تحزن جدا. يعني حتى أنا لما اطلعت على البرنامج المدرج في شركات السياحة عندي ثلاث أماكن بيزاروا. الناس بتبدأ بجامع عمرو مثلا، وبعد كده يخش على الكنيسة المعلقة، ثم كنيسة أبي سرجة، وأخيرا المعبد اليهودي. والوقت المسموح للأجانب بالتواجد في المنطقة بيبقى قليل جدا، لا يعني لا يسع إلا لزيارة تلك الأماكن. قليل جدا من الأجانب اللي بيخشوا المتحف القبطي رغم ثراء هذا المتحف بالمقتنيات. و خلينا يعني نعطي خلفية عن هذا المتحف، ان هو كان منزل مرقس سميكة باشا، وان هو اهداه فيما بعد ان هو يصبح يعني متحف قبطي. في قطع نادرة جدا ومش موجودة في اي مكان اخر في العالم. هي ظهرت الدعوة الى انشاء هذا المتحف بعد انشاء متحف القاهرة او متحف التحرير في عهد الخديوي عباس حلم الثاني، وافتتاح متحف الاسلامي في مديريه امام مديريه امن القاهره في باب الخلق، والمتحف اليوناني الروماني في اسكندريه. فظهرت الدعوه ليه ما يبقاش في متحف بيضم جميع المقتنيات القبطيه الثمينه اللي منتشره في الكنائس ومنتشره في الاديره، ويخاف عليه يعني خايفين عليها من السرقه او ان هي تضيع. فاحد البشوات مرقس سميكة باشا 1910 وجه الدعوه الى انشاء متحف قبطي يضم الاثار القبطيه. البابا كيرلس الخامس كان هو البابا بتاع الكنيسة المصرية في ذلك الوقت، تبرع لمرقس سميكة باشا بالأرض. وطبعا اختيار المنطقة ما كانش عشوائي ولا جاء اعتباطا، وإنما هم فكروا في هذه المنطقة علشان منطقة بتضم الكنائس في أكتر من كنيسة قديمة، ففكروا إن هم يعملوا المجمع المتحف القبطي هناك في هذا المجمع، وضم كثير من الأيقونات القبطية النادرة. في كفايه مقتنيات دير الانبا ارميه من اوائل الاديوره في مصر اللي كان موجود في سقاره، جبنا كثير من ما تبقى من هذا الدير موجود دلوقتي في المتحف القبطي. في قطع نسيجيه ما لا تتكرر في مصر، في مصر وفي العالم كله. في بعض المقتنيات النفيسه، يعني انا بشوف الفخر في عيون المرشدين وهو بيتكلم مع الجست اللي معاه عن مقتنيات المتحف القبطي وما يحويه من اثار قبطيه. أكيد كلها أماكن للزيارة جميلة جدا، وأماكن أثرية مهمة جدا. والحقيقة يمكن يكون ده يعني برنامج جديد بنوع جديد في موضوع التسويق السياحي. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور إيفان إدوارد، مدرس التاريخ والحضارة المصرية القديمة، عضو جمعية محبي التراث القبطي، عضو اتحاد الأثريين المصريين. نورتنا وشرفتنا. نلتقي والفقرة قادمة مع دكتور طارق عباس المؤلف والموسيقي بعد الفاصل. مرة أخرى مشاهدينا فقرة فن وثقافة ومدى تأثير القوة الناعمة في المجتمع. هيا يكون عندنا هذه الفقرة مع الدكتور طارق عباس الملحن والمؤلف الموسيقي وأعضاء فريق ونس. وصباح الخير يا دكتور، ومنورنا ومشرفنا، ودايما عندك الجديد. وأنا دايما ببقى سعيد جدا في وجودي معاك يا دكتورة تغريد، وبحس إنها بداية لشيء مختلف في حياتي، والحمد لله كل مرة كنت موجود مع حضرتك بحس إنه اللي جاي أحسن. أحلى كمان معانا ظهور فريق ونس، معانا أحمد محمود. صباح الخير يا أحمد. ومعانا حنين طارق. صباح الخير يا حنين. صباح. عاملين إيه؟ الحمد لله تمام. الله. طيب دكتور طارق، يمكن احنا دايما بنلتقي مع حضرتك، بتجمع لنا من شعوب العالم مجموعه كده فريده من يعني المبدعين، واصواتهم جميله وبيكون في انسجام جميل قوي. النهارده معانا اطفال، معانا ظهور فريق ونس. ايوه انا مسميهم ظهور ونس. هنسمع ايه النهارده، وحضرتك ايه الاغاني اللي الفتها وهنستمتع بيها النهارده؟ انا عايز بس ادي لحضرتك فكره سريعه، وادي المشاهدين فكره سريعه عن ظهور ونس. حضرتك عارفه انه فريق ونس فريق من الاجانب والمصريين، وضفنا الاطفال. الاجانب بيغنوا بالعربي والمصريين بيغنوا عربي وانجليزي وفرنساوي. مصريين خواجات. يعني احنا بنحاول نقول ان الموسيقى هي القاسم المشترك الاعظم بين كل دول العالم يعني. اكيد. وبعدين ضفنا اخيرا ظهور ونس، ودول مجموعه من الاطفال انا قصدت الحقيقه ان هم يبقوا طعمهم مختلف. ليهم اتساق مباشر بالتراث ومتأثرين جدا بيه، علشان احنا حصل لنا نوع من الانسلاخ عن ماضينا، معرفش بشكل متعمد او يعني او غير متعمد، لكن هو حصل انسلاخ
فكان لابد ان احنا نفكر ولادنا دول بانه الموسيقى العربية دي شيء رائع وجميل وممتع، ونجيب يعني ناس فعلا اصواتهم مختلفة وحلوة ونقدمهم. وعملنا من خلال ظهور ونس الاطفال يعني عملنا يمكن 4 حفلات، اشتركوا معنا في 4 حفلات، وعندي امل انه فريق ونس يبقى للاطفال يبقى كبير جدا زي ما احنا مثلا الاجانب عندنا اعداد كبيرة قوي بقى يبقى عندنا كمان. جمعت مجموعة كانت جميلة من اليابان ومن ألمانيا ومن أفريقيا والسودان، يعني حاجات كده جميلة على فكرة، وعملنا حالة عشق متبادل يعني هم بيحبوا جاكومينا الجميلة من السودان. فاكرة انت جاكومينا جنوب السودان جميلة. معانا مجموعات متألقة على طول يا دكتور. هي خدت الونس وانطلقت في الونس بقى. وبعدين معانا بقى الجميل احمد محمود، ده صوت حلو قوي قوي. طيب وحنونه بنت طبعا، شهاده جميله دي. حنين طارق من الاصوات برضو الجميله، حنين بنتي، واحمد يعتبر ابني، وكل اللي بيشتركوا في الفريق الحقيقه يعني ولادي. عندنا امل احمد برضو صوت حلو قوي، وعندنا ميرنا صفوت، بس للاسف طبعا هم في امتحانات فما تمكنوش انهم يجوا النهارده. ربنا معاهم ان شاء الله. هنستمتع بايه بقى النهارده يا دكتور؟ احنا الاول هنبدا حاجه من الحاني اسمها يا حبايب مشتاقين، ودي اغنيه خفيفه كده من كلمات الاستاذ صفوت محمد زينهم ومن الحاني وغناء حنين طارق واحمد محمد. هنستمتع بقى بده. اتفضل. مرة أخرى مشاهدينا انضمت لينا الفنانة الجميلة أمل أحمد، أهلا بيكي من ضمن فريق ونس. الحقيقة احنا مبسوطين قوي ان انت معانا النهاردة، وهنستكمل أغنيتنا وبعد كده هترجعي مرة تانية معاهم. ممكن يا حنين تاخدي المايك؟ يلا هنقول بقى من اول تاني. طيب اتفضل يا دكتور. يلا نغني كلنا مع بعض، 1 2 3. يا حبايب مشتاقين تجمعنا لما نتلاقى بعد سنين مع بعض، لما يا حبايب مشتاقين تجمعنا لما نتلاقى بعد سنين مع بعض، لما دايما متجمعين بالفرح موعودين، دايما متجمعين بالفرح موعودين، ده الفرح بشرة خير والدعوة عامة. الله لما الله وسط الحبايب والضحكة الحلوة حياة تعمل عجايب، الله لما الله وسط الحبايب والضحكة الحلوة حياة تعمل عجايب، لما الوشوش تتلاقى والذكريات تتشاقى، لما الوشوش تتلاقى والذكريات تتشاقى، تبقى القلوب مشتاقة لأحلى لما يا حبايب مشتاقين تجمعنا لما نتلاقى بعد سنين مع بعض، لما يا حبايب مشتاقين تجمعنا لما نتلاقى بعد سنين مع بعض، لما الفرح
ويلا احبابها نعيش احلى الليالي ويا حزن بعيد ما تجيش ده الفرح غالي. ويلا احبابها نعيش احلى الليالي ويا حزن بعيد ما تجيش ده الفرح غالي. خلينا نعيش احباب قلوبنا تملي شباب. خلينا نعيش احباب قلوبنا تملي شباب. ولا حد يفرق بينا طول ما احنا لما يا حبايب مشتاقين تجمعنا لما نتلاقى بعد سنين مع بعض. لما يا حبايب مشتاقين تجمعنا لما نتلاقى بعد سنين مع بعض. لما دايما متجمعين بالفرح موعودين دايما متجمعين بالفرح موعودين ده الفرح بشرة خير والدعوة عامة. حلوة جدا جدا دكتور طارق. الأغنية دي عشان فريق ونس لما يعودوا مرة أخرى. لا هي بتتعمل دايما في بداية أي برنامج الحفل بتاعنا. والله؟ اه طبعا كنوع آه. من الإيه عارفة إنه يفكروا الناس بالتفاؤل بالحب حالة كده يعني بحس إن هي مهمة. هي استقبال جميل للأعضاء للفرقة يعني دايما بالزبط. أنا بجد إن هما لما بيتقابلوا لا فعلا في حب كده ألفة ما بينكم بالزبط. صح؟ طيب بيتمرنوا قد إيه؟ أحمد بتتمرن قد إيه؟ طبعا أنا بروح للدكتور البيت هو علمني حاجات كتير جدا يعني علمني حاجات كتير في الغنى وهو يعني طور من موهبتي كتير يعني أنا بشكره جدا يعني الفترة اللي فاتت دي بصراحة هو فرق يعني الدكتور بسببه فرق كتير جدا معايا في مشوار الفني. الدكتور أنا بروح له البيت بنغني بن بن بناكل دايما بيجيب لي بسبوسه على فكره والله بنغني بنضحك مع بعض مثلا بنلعب مع بعض بنغني كتير يعني انا بحب ما بتغني وحش مثلا بيقول لك ايه لا بيغني لما بغني مثلا وحش حاجه مثلا بتهرب مني او كده هو بينصحني والنصيحه انا باخدها وبشتغل عليها وبيبقى احسن. لو هو ما بيغنيش وحش على فكره يعني دايما اللي موهوب فعلا صح يعني صح ما عندوش فكره فعلا. الوحش لكن ممكن يبقى مثلا مش مبسوط عنده حاجات مضايقاه عنده حاجات مفرحاه اكتر من لازم مهايبر وهو حنين وامل لما بيهايبروا معاك ربنا بقى يعني. حنين يعني بتتمرني قد ايه مع احمد؟ انا بتمرن كل يوم مع بابا اوكي بيقعد معايا ويغني معايا وبتاكلي بسبوسه بتاعت احمد باكل بسبوسه. امل بتمرني قد ايه؟ طب ممكن تدي مايك؟ بروح للدكتور البيت وبكون مبسوطه قوي حاسه ان انا رايحه بيتي يعني بشكر الدكتور عشان انا بجد اتعلمت من حضرتك حاجات كتير جدا وحضرتك لك فضل كبير في ان انا ابقى يعني حاجه كبيره وان انا ايه اللي زعقلك عليه مره كده افتكري؟ لا دكتور ما زعقش خالص منهم اما بيتجمعوا شكلهم يا دكتور قوه كده. طب هنسمع ايه تاني يا دكتور؟ احنا ممكن ناخد من احمد كده مقطع احمد صوت برده من الاصوات اللي انا بحبها قوي ممكن نقول مثلا جزء من كل ده كان ليه كده ماشي يلا كل ده كان ليه لما شفت عليه كل ده كان ليه لما شفت عليه حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف غاب عني بقاله يومين معرفش
مش وحشني ليه؟ احترت اشوفه فين؟ وان شفته هقول له ايه؟ فنان يعني ايه، واضح البسبوسه جابت نتيجه. طيب حنين هنسمع ايه؟ حنين بقى تقول لنا غني لي يا حنين، تقولي غني لي. يلا نقول مقطع منها برده. يلا غني لي شويه شويه، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول ألحان تتمايل لها السمعين، وترفرف لها لغصان النرجس مع الياسمين، وتسافر لها ركبان طويل ويش 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 وي. غني لي غني وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفي، المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفي، وتداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه، وتخلي ظلام الليل بعيون الموادي طهي شوي 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 شوي. غني لي غني وخد عيني. الله 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 الله، حلو جدا جدا يا حنين. وانا عايز اعرف بقى الدكتور طارق، لما بيكون عندك اجانب اكتر حاجه بيغنوها مع بعض ويكون فيها كده اندماج وحيويه، يعني ايه نوع الاغاني اللي بيحبوها الولاد كمان مع الاجانب ولا لا هما بيحبوا يغنوا معاهم مثلا ضحك ولعب وجد وحب، يغني معاهم بيحبوا يغنوا في غنوه امل بتغنيها معاهم حلو قوي بيستمتعوا بيها وهم بيغنوها، اسمها هوا يا هوا. طب يلا عاملاها هي بتاعت عفاف راضي اصلا والحان بليغ حمد الله يرحمه. طيب خلاص نسمعها. يلا يا امل قولي برده جزء منها يا امل. يلا واحد اثنين ثلاثة. هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي، خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي. هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي، خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي. وحشاني عيني وخايفة عليه، وحشاني عيني وخايفة عليه، خد له يا هوا منديلي حوش الشمس وتعب الشمس عن حبيبي. اللي مسافر ده حبيبي. وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 ياللي رايح لحبيبي، خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما اوصل لحبيبي. وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 ياللي رايح لحبيبي، خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما اوصل لحبيبي. وصلني ليه واطمن عليه، وصلني ليه واطمن عليه، حاسب خدني معاه
الامل. حلو جدا 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 وادائك كمان حلو. دكتور طارق، يعني انت يعني لما بتيجي تمرنهم بتقول لهم ايه اهم نصيحه بتوجهها ليهم؟ ياكلوا كويس. ده بجد بتلف بسبوسه احمد يعني. لانه خلي بالك هم على طول الوقت عندهم طاقه جباره جدا. حلو. والصوت جزء مهم منه قوي سلامه الجسم الحقيقه. طبعا طبعا. فكل ما كان اهتمامهم بنظام غذائي محترم، كل ما كان عندهم قدره انهم يؤدوا اداء احسن، كل ما كان عندهم برضو فرصه انهم يلعبوا. خلي بالك انه صح، انه فكره الغنى بالنسبه لهم ما هياش هتبقى بنفس المضمون اللي لما هيحسوه لما يكبروا. طبعا. لانه هم دلوقتي بيتعاملوا مع المساله بشيء كشيء ممتع ومسلي ومش اكتر من كده. واللعب بالنسبه لهم ممتع ومسلي، يبقى لازم يعملوا ده ويعملوا ده. وعايز اقول لك ان هم بيعيشونا حاله من امتع ما يمكن. وفكره الاطفال بالنسبه لي قد كده، بحلم زي ما بحلم انه اعمل فريق من كل دول العالم يغني بالعربي ان شاء الله. بحلم ان اطلع في يوم من الايام في دار الاوبرا وفريق ونس من الاطفال مش اقل من 150 طفل الحقيقه ان شاء الله. واهم حاجه ان هم مش معنيين بانه كل واحد يغني سولو قد ما هم معنيين يقدموا الشكل الجماعي. ودي الرساله اللي انا بحاول اوصلها لهم دايما. قيمتي مش ان انا اطلع اغني لوحدي وابقى كويس، قيمتي انه كلنا نغني كويس. طيب كلنا هنغني كويس ايه دلوقتي؟ طيب ممكن نقول مثلا افتح قلبك للسلام، ناخد منها جزء كده. حنين ممكن احمد تقول الكوبليه الاولاني وحنين والكوبليه الثاني وامل فاكره الكوبليه الثالث. اصل امل ما كانتش بتشارك معانا في الاغنيه دي. طيب خلاص ندي لحنين بقى المايك. طيب قولي مع احمد الكوبليه الاولاني، افتح قلبك للسلام. يلا 1 2 3 افتح قلبك للسلام، احمي وجودك، خلي العالم بالسلام كل حدودك. افتح قلبك للسلام، احمي وجودك، خلي العالم بالسلام كل حدودك. ده العالم لو شرق وغرب ممكن يبقى مداين حب. ده العالم لو شرق وغرب ممكن يبقى مداين حب لينا كلنا ويضمنا. المعنى الإنسان الواضح الكل في واحد بيصون، تتشابك ايدنا ونتصالح ونسامح ونعيش ونكون. المعنى الانسان الواضح الكل في واحد بيصون، تتشابك ايدنا ونتصالح ونسامح ونعيش ونكون. لو نزرع شجرة ونرويها ببراءة طفلة وضحكتها، لو نزرع شجرة ونرويها ببراءة طفلة وضحكتها، الدنيا هتشرق معانيها وتضيع أحزانها وقسوتها. ده العالم لو شرق وغرب ممكن يبقى مداين حب. ده العالم لو شرق وغرب ممكن يبقى مداين حب لنا كلنا ويضمنا. مش لون الإنسان ولا دينه
محتاج لسنابل من نور، الحلم اللي في قلب حياتنا محتاج لسنابل من نور يملانا ويرسم فرحتنا، لا حواجز ولا صوت ولا خوف. ده العالم لو شرق وغرب ممكن يبقى مدائن حب، العالم لو شرق وغرب ممكن يبقى مدائن حب لنا كلنا ويضمنا. حلو جدا جدا جدا، وحاجة كده حسيت ان ما بينكم كده ألفة وحب وتعاون. الأجانب لما بيتدربوا مع حضرتك يا دكتور، يعني كان عندك كده مجموعة جميلة، جاكومينا وحد من ألمانيا وحد من اليابان ومجموعة كده وماليزيا على ما أعتقد، على هندي، على طاجيكستاني، على كازاخستاني. مجموعة كده ظريفة. دي حقيقة. كان حد من ألمانيا، اليوني تقريبا، اليوني كان من ألمانيا. هو خلي بالك إنه كل دول سافروا، وهي دي مشكلة المشروع ودي قيمته كمان، يعني هو بيسافروا بييجوا فترة. لا هو الفكرة ان انت لما بتعلميهم لما بيسافروا بيدوا الانطباع اللي انت عايزاه بقى، فبيجي غيرهم وتبدأ تدربيهم تاني وبيسافروا ويدوا نفس وهكذا. بس احنا عندنا اغنية اللي هو بعد الشوق والحنين ويعودوا مرة تانية وحاجات كده. لا طبعا هم بيغنوا حاجات الحقيقه جميله وممتعين. انا طبعا الوقت معاكم ممتع جدا، لكن انا هشكركم وبعد كده تقفلوا انتم باغنيه بقى جميله كده مصبح عليك، وعايزه حاجه كده مشرقه. بشكرك جدا دكتور طارق عباس الملحن والمؤلف الموسيقي واعضاء فريق ونس، حنين طارق شكرا ليكي، واحمد وامل احمد نورتونا وشرفتونا، وهنستمتع بقى من خلال اغنيه ليكم كده جميله. بلدي يلا. بلدي 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 يا رسمه سمر فيها، مصر يا احلى بلد تتحب، بلدي 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 في عيوني زاد الحريه ومامي محفور في القلب، بلدي 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 بلدي. انت النور ساكن فينا وفي حن النور مش خايفين، قلبك الابيض طفى ومينا ومراكب اشواق وحنين، تحيا مصر تحيا